with pineapples, blow your mosh. One more. That's it. Oh, what? No! Keep trying. If only I could be speedy, it's just like that. No. Why? لسه راجع من الشغل زي ما انتوا شايفين كده ملحقش لسه اغير بنلعب اللعبه اللي انتوا شفتوها دي اللي ملهاش اي معنى بيو نو نو ذاتس نوت نايس دونت سي ذات هات بوسه انا بابا اه يا يا جيم فاضل حوالي 3 ساعات على الفطار. It's chocolate egg. It's chocolate egg. One, two. That's awesome. Yeah. High five. Bowling the tree. أنا غيرت هدومي والنهارده الصراحة طالبة معايا أجيب فطار من بره. ويك إند بقى وبتاع وأنتوا عارفين. ولا عندنا حد يعزمنا ولا نروح نفطر عند حماتي ولا الكلام ده. فا قلت اروح اجيب اكل من بره فاضل لي على الفطار ساعه ف تعالوا نشوف هنجيب ايه. الراجل اللي ورايا ده شكله اتسرق منه حاجه فالبوليس بعت يجيب امدادات. اللي بيعمل البرجر المفضل بتاعي هو الراجل ده فايف جايز جامد قوي بعمل لهم اعلان ببلاش. Can I get a little cheeseburger? واحد يجي يقول لي هم ازاي بيستأمنوا الناس ان هي تمون كده عادي بنفسها وممكن واحد يمون ويجري. هقول له ان محطات البنزين كلها مليانه كاميرات يعني لو جدع بقى مون ويجري هيجيبوك من قفاك. فاضل نص ساعه الفطار فقلت يا جماعه مون اضيع وقت انا عايز اروح افطر على طول. عايزين نجيب حاجه للسحور زبادي ايس كريم السيد فلوجز. دي واتش فلوجز جوت يور يوتيوب ناو. What do you vlog about? Anything? But it's in Arabic. I know it's going to sound really weird, but do I need, a bus pass? Because I've got a day ride and I don't need it. Yeah. For today. I've got a car, thank you. Yeah. What's your name? Bilal. Bilal? Shahad Bilal, yeah. Are you fasting, Bilal? Yeah. You fasting? Bilal, check him on soy. Is it him there? No, right? Wait. Hold on. When are you gonna upload this vlog? This one? Hopefully at some point this week. Yeah, you're gonna let us give a shout out on Snapchat and that. Yeah man. We got 4,000 subscribers. That's alright, no? Yeah. Subscribe. You lost my man, show me. Yeah, good lad. Right, spread the word, huh? Right, guys, see you later. البنت اللي جت من شويه دي كانت معاها باص تيكت شارياه ومش عايزاه. فكانت بتسالني يعني لو حد عايز باص تيكت.
بيبيعوا سوبلمنت في محطة البنزين عشان لو انت مزنوق ورايح الجيم فتيجي تمون بنزين وتمون بروتين مع بعض. زي ما انتم شايفين كده فايف جايز حاجة سيمبل، شنطة مش صارفين عليها خالص، بس هما بقى ايه صارفين على البرجر نفسه. فاضل دقائق قليلة على الفطار ومش قادر الصراحة، ماسكه في ايدي كده ومش قادر. خلينا منتظرين. قبل ما في الفلوج ده كان في فيديو كده صغير لسه واحد صاحبي بعته لي وعايز اوريه لكم. This is a quick message. Some Muslims. Terrorists. You can't call yourself terrorists. Cowards is what I want to call you, yeah. This is a little message to you guys, yeah. You're running with bombs strapped to you and blow yourselves up where there's a bunch of innocent kids. There's nothing terrorizing about that. Let me tell you, I will get people to run in your mosques with pineapples, blow your mosques. طبعا زي ما انتم عارفين التفجيرات اللي حصلت الاسبوع اللي فات في مانشستر، ومبارح حصلت برضو حادثة في لندن، فكل الهجمات دي طبعا تحت مسمى الاسلام. يجي واحد جبان زي الاستاذ اللي انتم شفتوه ده ويطلع يروح عامل فيديو زي ده كده. يا ريتها بس تقف على الفيديوهات، لا ده بيعملوا تجمعات ويروحوا مساجد ويولعوا في مساجد ويضربوا مسلمين، فالموضوع كل فترة بيتطور والعدائية على المسلمين بتزيد. فعلا والله لما حاجة زي دي بتحصل بتبقى عبء على المسلمين في انجلترا او في اوروبا عامة، لان الاحداث الارهابية دي ما تمتش لينا باي صلة، بس احنا بنيجي في الرجلين. بتبقى انت بقى كمسلم ماشي في الشارع او رايح تجيب اولادك من المدرسه، عمال تبص حواليك، عمال تبص على الناس، عمال تبص على رد فعلهم، هل هم فعلا هيبصوا لك بنظره غريبه ولا الوسواس ده في دماغك انت بس؟ فكل اللي نقدر نقوله منهم لله اللي سوقوا سمعه الاسلام وسوقوا صوره المسلمين وكرهوا الناس فينا. المضحك بقى ان الراجل ده لما راح السوبر ماركت بتاع واحد مسلم، فالمسلم راح ساله قال له انت عملت فيديو كذا كذا كذا، شوفوا بقى الرد بتاعه في الفيديو ده. Muslim made shops, yeah, on Cockburn Street where I live. Now, I've got nothing against Muslims, I've got a lot of Muslim friends. That video was a joke, which someone shouldn't have posted on the internet. I didn't post that video. And what I'm saying to you is now is, I've got nothing against Muslims, I've got nothing against no one with a different coloured skin, mate. I've got loads of black mates, loads of Muslim friends, and all I'm saying to you is, it's been blew out of proportion because some idiot threw it on the internet. Yeah. طبعا انكر تماما ولا اكنه هو هنا، قال له ده انا بهزر وما كانش المفروض الفيديو ده ينزل على النت، مش انا اللي نزلته ومش عارف ايه وكل الكلام ده. الفلوج هيخلص هنا، ما تنسوش تعملوا لايك، اللايك مفيد بينفع وبيساعد الريتش بتاع الفيديو ان هو يوصل لناس اكتر. ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان السبسكرايب هيفيدك، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان السبسكرايب حلو. يلا سلام عليكم.